أطير لملعب المباراة وأخذ زميلنا المتميز دائما أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي عشان نشوف الأجواء ونشوف التشكيلة الأساسية. مساء الخير يا أبو حميد. برحب بحضرتك وبرحب بالمشاهدين وبرحب بالأستاذ محمد سعيد. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك يا أبو حميد. أبو حميد الأجواء عندك يعني في ظل عزوف الجماهير عن المباراة. اتفضل. بالنسبة لو اتكلمنا على الجمهور عشان نستدعي المشاهدين، الملعب طبعا عكس المتوقع تماما. لو قلنا الدرجة الثالثة فيها 5000 أو 6000 مشجع بالكثير. الدرجة الأولى نفس الحكاية، هنلاقي 1000 هنا و1000 هنا، يعني 2000 كمان، فبنتكلم في 8. يعني لو قلنا كل اللي موجود في الاستاد 10000 مشجع موجودين، وده طبعا غير المعتاد او غير اللي احنا كنا منتظرينه في مباراه للمنتخب المصري. اعتقد انه الموضوع يعني محتاج اعاده دراسه او اعاده نظر من اتحاد الكوره، خصوصا ان ال 10000 اللي موجودين ممكن نقول تلتينهم دعوات، يعني فالموضوع شويه. بص يا احمد، حتى الان المباع من 40000 تذكره لا يتخطى 4000 تذكره اللي تم بيعه فعليا. بالظبط يا استاذ، يعني مأكد على كلام حضرتك، وده بالنسبه لنا يعني كان مفاجاه. نفس الوقت الامن بيسهل دخول الناس جدا لان العمليه خفيفه ايضا والناس كلها بتدخل زي الفل. ولكن خلينا برضو نروح للاجواء بقى. طبعا المباراه والتشكيل اعتقد حضراتكم قلتوه. لا احنا مستنيين نسمعه منك ابو حميد. طيب خلينا اقول لحضرتك انه محمد الشناوي في حراسه المرمى، ناحيه اليمين هيبقى احمد المحمدي، جنبيه باهر المحمدي وفي مشاركه على حساب علي جبر، جنبيه احمد حجازي وايمن اشرف ناحيه الشمال، قدام الاربعه علي غزال، وقدام علي غزال ناحيه اليمين محمد النني، ناحيه الشمال طارق حامد، قدامهم اثنين تريزيجيه ومحمد صلاح في اماكنهم المعروفه طبعا، وقدام مروان محسن. بعض الناس ممكن تسال طب التشكيل غريب شويه او الراجل لعب بالطريقه دي ليه؟ الراجل لو قلنا الاغرب حاجه موجوده باهر المحمدي، هم شايفين ان هو في التدريبات فرق شويه عن علي جبر فدفعوا بيه. ايمن اشرف قال لك نستغل خبراته في ان هو يبقى موجود في الحته دي يقف، لان عندهم الاثنين جناحات بيزيدوا لقدام، فده هيبقى محتاجين ناس زي المحمدي وزي ايمن اشرف بدل ما نحط محمد حمدي وكان هو الاقرب للمشاركه، ولكن خافوا يحرقوه بلغه الكوره. الخلاف الاكبر عن الثلاثه اللي في نص الملعب يا شهاب، كان الكلام كله داخل الجهاز الفني انهم يلعبوا بطارق حامد وعلى شماله النني وعلى يمينه عمرو ورده، بحيث ان يبقى في شكل هجومي شويه. لكن ان انت بعد ما كوبر مشي وكنا بنعترض على اثنين موجودين في فندرات اللي هو طارق حامد والنني، نقوم نلعب ثلاثه ونزود معاهم علي غزال، هو راجل في دماغه عايز يعمل ستاره من نص الملعب بحيث ان هو يزق المهاجمين لقدام. لكن كان الخلاف معاه من اعضاء الجهاز الفني ان الثلاثه ما بيلعبوش كوره ذهاب، يعني الثلاثه ما عندهمش كوره، ما عندهمش ان هو يعمل اسيست، ما عندوش ان هو يطلع لعيب، فدي ممكن تبقى فيها صعوبه شويه في الشوط الاول. وطبعا هم حطوا مروان محسن في المنطقه الهجوميه، قال لك احنا عايزين محطه بحيث ان صلاح وتريزيجيه يقدروا ياخدوا المساحات بتاعتهم ويقدروا يلعبوا، لان لو حطينا صلاح محسن هيروح في حضن المدافعين وده هياثر علينا سلبيا. احمد، الاجواء اللي انت شايفها من خلال تسخين اللاعبين، النزول في الملعب، اجيري واستقبال الجماهير ليه في اول ظهور رسمي للمدير الفني المكسيكي، واكيد هاخد رايك في بعض الاخبار المتضاربه اللي بتترمي من الصبح على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسميه بشان محمد صلاح بينهر الحراس بتوعه، لا خلوا ناس تصور معايا، قصص كده يعني مرميه من تحت الترابيزه في يوم مباراه مصر والنيجر. هو مبدئيا انه في حاله استياء رقم واحد، الاجواء كلها حاله استياء من عدم وجود جمهور، وطبعا زي ما قلنا اتحاد الكوره لازم يعيد النظر في الموضوع، دي رقم واحد. رقم اثنين، المنتخب متامن تامين شامل، محدش بيقدر يوصل للعيبه بسهوله، اللعيبه جت ودخلت حتى احنا قدامنا قدام الصحفيين ما كانش حد قادر يوصل ليهم او بنصور من مسافه بعيده، وطبعا ده كان موجود ومفروض على الناس كلها. اجيري خلال نزول الملعب الهتاف الاكبر كان لسلجادو ما كانش لاجيرو، وسلجادو ده برضه عليه علامات استفهام كتير، خصوصا ان انا عارف ان في استياء داخل الجهاز الفني من طريقه تعيين سلجادو، ان هو تعين فجاه كده وجالهم يعني فجاه، بالرغم ان هو كان اصلا وكيل في الصفقه، يعني اتحول من وكيل لمستشار فني للجهاز الفني. وانت انت عارف يا احمد اعضاء مجلس الاداره قعدوا مع اجيري على انهم طبعا يعني هيحصلوا على توقيعه، والراجل كان طلع موقع ومتفق من الاول، وكل ده كوموفلاش ان الناس قاعده وبتفاوض الراجل، وسلجادو لا الوكيل بتاعه لا ده دلوقتي موجود في الجهاز الفني، يعني في حاجات واضحه امام الجميع وحاجات بقى عليها علامات استفهام كبيره جدا في اداره الكره المصريه. بالظبط، يعني هو موضوع اجيري كان حصل من زمان جدا، وموضوع بقى الاستفهات والكلام ده كان هو شو قدام الراي العام بحيث ان احنا نقدر نقول ان احنا تعبنا واشتغلنا وعملنا اللي علينا. لكن الامر يعني برمته انه
الموضوع كان محسوم وخلصان من بدري. خليني اقول لحضرتك برضو ان في بعض ناس بتولد على تذاكر بره مجانا من اتحاد الكوره، سواء بعض الموظفين او حد يمت ليهم بصله، بحيث ان الناس تدخل، يعني بيوزعوا لاي حد عايز يدخل المباراه. ولكن طبعا الملعب بعيد عن المدينه، فمش هيعرفوا لو حد ماشي كده من غير تذكره اللي جاي المكان ده. اه يا ابو حميد، بعد ايه وانت عارف من يوم الخميس ان كان اتباع 2000 ولا 3، وفي الساعات دي اتباع ال1000 الثاني اللي وصلهم 4 أو 5. يعني لو بعت مراكز شباب تذاكر، ولا وديت اتوبيسات تجيب الناس، ولا ريحت الناس، فبالتالي انت جاي تتصرف متاخر وتوزع قدام الاستاد اللي موجود طبعا في منطقه بعيده شويه، فمش اللي رايح رايح. فالموضوع طبعا عايز وقفه، لكن طمني اكتر على خط سير المباراه والمنافس منتخب النيجر. منتخب النيجر طبعا انا كنت اتكلمت مع الجهاز الفني، قالوا هم عندهم اخطر اثنين، هم الاثنين الهافات اللي عندهم ناحيه الاطراف، فيهم واحد اسمه ديبايور، طبعا مش ديبايور معروف بس لاعب سريع جدا. فهو قالوا دولي اخطر حاجه عندهم، واحنا كمان هنهاجمهم من قدام، لان هو منتخب من الطبيعي هيلعب على الهجمه المرتده، فاحنا هنهاجمهم من قدام. هم مش قلقانين عندنا، والمباراه نسبيا سهله، سهله نسبيا على الورق وفي كل حاجه وفي التاريخ. ولكن لو مثلا بنلعب تونس النهارده، ما اعتقدش ان كان هيتم استبعاد احمد فتحي، ما اعتقدش ان هو كان هيتم استبعاد بعض اللاعبين مؤمن زكريا او اعتقد ان كان في بعض اللعيبه، حتى لو هو كان ما بيلعبش كان هيجيبوا بعض اللعيبه اللي يعتمدوا عليها. مفيش معزه سودا المره دي؟ ها مفيش، لا مفيش بقى، مفيش معيز ولا اي حاجه خلاص. احنا ما يعني ما فيش اي حاجه من الكلام ده هتنفع، ولا في اي حاجه ولا في اي حاجه من الكلام ده. لكن خلينا نشوف الراجل هيعمل ايه النهارده، هو المشكله ان شاء الله. احنا بنتمنى له طبعا ابو حميد التوفيق، وبنتمنى للمنتخب التوفيق في الظهور الرسمي للجهاز الفني الجديد. عندنا مشاكل كتير، ان شاء الله المكسب ده يصلح المشاكل ويخلينا على بدايه، مش ينسينا المشاكل لغايه ما تتكون تاني. اشكرك زميلي المتميز دائما احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، ورساله مهمه جدا من ارض